اتفضل. طارق عامل ايه يا حاج؟ نحمد ربنا. اسمع يا شيخ خلف، لو كنت فاكر انها داري على عملتك عشان ولد طارق تبقى غلطان. ربنا لو كاتب له الموت لا انت ولا اكبر منك هتقدروا تعملوا له حاجة. كنت عارف انك هتقول كده. ربنا يبارك لك فيه. السلام عليكم. رايح فين؟ تعرف انت لو رجلك خطت عتبة الباب ده خطوة واحدة هيقتلوك. ما ياخد الروح الا اللي خالقها. تعال بس تعال. تعال اقعد وقول لي. انت رحت سرايت برا عليهم مال؟ رحت سرايت برا عليه؟ هم اللي خدوني. خدوك ليه؟ ما اقدرش اكشف سر حد. لو كان على السرقة احنا ندفع الدية. ما سرقتش! ما سرقتش! وبنت اخته ضرتها بحاجه؟ يعني ما جربتش عليه؟ مسيت البت يا شيخ خلف؟ البت زي ما كانت، زي ما دخلت عليها زي ما طلعت. أنا عايز أسمعها منك من غير لف ولا دوران. البت بكر العلم عند الله. يعني ايه؟ عملت لهاش حاجة؟ اطلق! اشتهيت. اشتهيتها من جواي. شيطانها غلبني.
تعاود انت ورجالتك احسن لك. كل العمده انا ورجالتي مش هنمشي من هنا الا ومعانا الكلب اللي عمدتك متويه في ده. كلمه واحده زياده وهفرغ الخزنه دي كل ايه في صدرك. هطلع لهم. لا هنا بيتي حدش يقدر يهوب ناحيتك. واللي بره دول هيبرئوني زيك؟ مش لازم يبرئوك. مش لازم انا كمان ابرئك. لا يبرئنا كلنا ورب العالمين. ماليش صالح بيكم. انا مش جاي اتعارك معاكم. انا اللي ليا. انت مالكش عندي حاجه. هتتستر على مجرم يا عمده؟ لا انا ولا انت نقدر نقول عليه مجرم. في حكومه تاخد لك حقك. وخلي بالك الشيخ خلف ما هيخرجش من بيتي الا على المركز. ده اخر قولك يا عمده؟ عشان خاطر كلب زي ده تضيع رجاله اقل واحد فيهم بلقطه برقبته؟ قول عمل ايه الشيخ خلف والرجاله هي اللي تحكم. سرقني. سرق. لو سرق مليون اردهم ومعاهم الديه. في غلط الكلام ده يا رجاله؟ اكسر الشر يا عمده واطرد الكلب ده من بيتك وانا هقول لك عمل ايه. ما تقول قدام الرجاله عمل ايه. قول. ولا حاجه. ولا حاجة. نفسك والبلد كلها توجع في بعضيها. اقعد سيجع عليك النبي. لا تقعد. ايه اللي مصحيك يا حبيبي؟ شمن اطلع معاه واقعد جاره. حاضر. عاوز اسلم على سيدنا. تعال يا ولدي. جيادة يا عبد الرحمن. خد يما. قرب. توحشتك. انت الحين. ايه غيرانة ياك. توحشتك قوي. تخنق غبتك كده. انا بخنقك كده؟ لا. عارف انا بحبك قد ايه؟ قد الدنيا دي كلها. اجيب مين كبير يعقلكوا وانتوا كبارات البلد؟ يلا ابو رعبيه خلي رجالتك يرجعوا وانت عمدتنا. مش هنشرب شاي ولا ايه؟ الشاي قول. يعني الشاي هنشربه كده؟ مش تقول لنا تفضلوا. اتفضل يا عماد بيه. اتفضل يا وائل بيه. اتفضل يا حاج برعي. انا مش جاي اتضايف يا عمده بس خليك فاكرها وقفت جنب كلب شارس زي ده قبل ناسك واهلك. يلا يا رجاله. تفضل يا احمد بيه. تفضل يا وائل بيه. تفضلوا. اطمن يا حاجه طارق بخير وهيفضل بخير طول ما قلبه وقلوبكم عمرانه بالايمان. اطلع معانا ومي فرشته وما تنسيش كل ليلة تجري له آية الكرسي. حاضر يا سيدنا.
هتاجي تاني؟ العلم عند الله، كله بإذنه. بيتنا هيفضل مفتوح لك على طول يا سيدنا. بيتكم طاهر وربنا هيجعله مفتوح دايما للخير. فين الحرام اللي عندك يا عمدة؟ أنا ما عنديش حرامية يا سعادة الباشا، أنا عندي الشيخ خلف والمتهم بريء. عارفين يا سيدي، سلمني بقى الشيخ خلف. الله، فين هو؟ أنا هو قدامك هو. خدوه. شكرين يا عمدة. سلام يا باشا. مع غربي تاخد رجاله وياك وتركبوا الناقص اللي اسمه برعده هو ورجالته، واللي يقرب من الشيخ خلف طخوه على طول. اوامرك يا حاج. يلا. وانت دغار. اوامر يا عمدي. تاخد رجاله وتعسكره قدام المركز. يلا. اوامرك يا عمدي. عجبان العصايه دي، هات يا اخوي. انت بقى اللي سويت الدهب والالمازات وعامل لي فيها والي يا اخويا. شوف وائل بيها يعمل معاك ايه. يبقى خلي عفيته الارض بتاعك ينفعوك. هو فيها فرد غيرنا ولا ايه؟ طب الحق خد من يد السمحه دي، لحسن يطلع علينا ايتين ويسخطنا جرود. يدك. قلبوه شوفوا معاه ايه وفيشوه ورمي في الحجز. عايز عينيكم ما تغفلش عنه. تمام يا فندم. بقولي انا هدخل اريح لي ساعتين وقبل ما النهار يطلع تكونوا جبتوا لي قراره. ها تمام. بس اوعى يموت في ايديكم. تمام يا باشا، ما تقلقش كله تحت السيطره. مش قادرة عليها لوحدي. الله يخليك. ماشي، وانا جنبها اهو. لا اله الا الله. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، انت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فأتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود،
وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا والآخرة. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا افتح الباب فإنك خير الغافرين. واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين. هاتلنا كرسي يا سيد، شكل القعدة هتطول. أنت طلعت متعدد المواهب بقى يا شيخ خلف. واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك. بقى في رجل ملوي هدومه زيك كده سرق له سرقة بنص مليون جنيه، نفتشه ما نلاقيش معاه قرش ساغ واحد. واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. من هنا لحد ما يجي الفيش بتاعك، تعال نتعرف. اسمك إيه؟ إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا. سمعني ولا إيه؟ مع الرحمة. بقول لك اسمك إيه؟ وأبداننا والسلامة والعافية في دين الحكاية بقى كده. ماشي. الله. تفضل يا دادي، يا بركة، يا قمر، يا أهلا وسهلا. أنا عايزك ترتاح وما تفكرش في أي حاجة خالص، وبكرة هيكون لنا كلام مع بعض. معاك مزتين أهم بألف هنا، وتحت أمرك في كل اللي تطلبه. بس أنت يلا بقى شد حيلك، عندك التليفون اللي هناك دوت، تتصل في أي وقت وتطلب اللي أنت عايزه، كله تحت أمرك. تخلوا بالكم منه وتحطوه في عينيكم. ده دادي. بالنسبة للمدام، انا عايزك تطمن، هي في امان الامان. تصبح على خير يا دادي يا عسل.
حسن طيب وبيحبك. سيجي عليك حبيبك المصطفى تنجيه يا رب. مصدقاش انك اتجوزت. ليه ما مصدقاش؟ عشان كنت كل ما اجرب منك تهرب مني. ليه؟ كنت خايف عليك. خايف عليا؟ من ايه؟ ما تاكلي. حاضر. ما تاكلي. ما انا باكل اهو. بعدين؟ خلاص هاكل. هتفضلي قاعدة بصالي على طول؟ عاوزة يبقى شبهك. ايه؟ انت حبلة؟ من خشمك لباب السماء نفسي فؤاد ويبقى شبهك. وانا نفسي كل اللي ربعت ربنا خير. كن بصراحة ما بيعجليش ولد. Thank you.
ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجه خالص؟ طب ايه رايك بقى تاكل دي من ايديا؟ تروق الاكل زي ما هو وقاعد في الارض ما خدش شاور ولا اي حاجه حتى مرته يا باشا ما كلتش ما كلتش انا هتصرف صباح الخير يا شيخ دادي ها قولي نمت كويس طبعا ما انا لازم اطمن عليك عشان الشغل بتاعنا يطلع مية مية اسمع بقى الكلام اللي هقوله ده كلام مهم كتب التاريخ بتقول ان التماثيل اللي طلعتوها كانت هي وش التورتة انا ما اخبيش عليك حاولت احفر بس ما جاتش فايده وهنا يجي دورك انت بقى انت اللي هتقول لي احفر فين وانا من ناحيتي وشرف امي لعيشك في دنيا تانيه هو لسه في دنيا تانيه طبعا دنيا كلها عز ومتعه تاكل اطعم والذ اكل تلبس اشيك لبس تسكن في افخم قصر انت مش عندك كل الحاجات دي عايز ايه تاني عايز باقي التورتة مش هستنى عليك كتير ولا عايزني كل يوم ابعتلك صباع من صوابع شربات اسف قصدي من صوابع المدام يفكرك يعني ينشطك براحتك الليلة هنكحت الله عليك عسل النبي برضو عسل نطلع اسيبك براحتك الحلاوة دي عندنا احنا
علي. انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. يلا بقى. طول ما انت عايش الشيطان هيغريك وهيفضل يخيلك ويلعبك، بس انت اوعى تضعف او تستسلم. اتمسك بالايمان، اتشعلق في حبل الايمان، اتمسك بربك برحمته وبقدرته وبمغفرته. خايف مقدرش. هتقدر بعون الله. ادعي لنا بقى ان ربنا يحسن ختامنا ويسامحنا ويرحمنا. السلام يا ابو عمو. السلام عليكم. ايوه حسن. ايوه يا اخوي حسن. الف حمد لله على سلامتك. الف حمد لله على السلامه يا اخوي. الله يسلمك. مالك؟ ايه العمل فيك دي؟ نحمد ربنا. مش هتقول لاخوك ادخل ولا ايه؟ خش يا اخوي. اتفضل اتفضل يا اخوي. يا بنت بيسي، يا بنت يا فاطمة، عمكم جه يا بنات. يا عم الحق، أبويا بيقول عمي. تفضل يا حسن. يا ألف مرحبا. الله يرحب بيك. ليه كده يا أخوي؟ تعملها تعملها برضه، تهمل الدنيا كلها كده ولا حس ولا خبر عنك. إرادة ربنا. تعالوا سلموا على عمكم. إزيك يا عم؟ إزيك؟ إزيك يا عم؟ إزيك؟ دي فاطمة ودي المزغودة بيسي. بس انت ما شفتهاش يا ولد ابوي. انت هجيت من هني وهي شرفت. هجيت؟ ما تاخذنيش يا ولد ابوي، زلت لسان. روح يا بيت شوف امك فانية خرارة وقولي لها تذبح لعمك علشان يتغدي. حاضر. مالها مقدر ما يعرفش اكده ليه؟ ما اعرفش يا اختي. جري يا بيت من هني. معلش يا اخوي، عيلة ما تعرفش يعني. ما تشغلش بالك، البيت حيطانه زي ما هي والفرش زي ما هو، زي ما ساب ابونا. والله يا ولد ابوي الدنيا ضاقت لحد ما قربنا نتخنق. انا بعت الارض كلها على عيا بنت الكبيري ولا نفع، بس الحمد لله جاها عدلها واللي شال ربنا يعينه. اللي شال لسك بالراوي يا حسين. لازم ايه الحديث الماسخ ده يا ولد ابوي؟ براوي ايه وكلام فاضي ايه؟ انت هتخربط في الكلام ولا ايه؟ لا معلش يا اخوي، زلت لسان. الله، ده انت هتتمجلد علي يا عاد. الله، هتمجلد عليك ليه؟ انا توحشت البلد، لما وصلت قلت عدي على اخوي. مش دي الاصول؟ كلك واجب يا اخوي. قوم انت اغسل وشك لحد ما الوكل يطيب واجيب لك جلابية تلبسها بدل المطربة دي اللي جايبيها من السفر. لا ما تتعبش نفسك، انا ماشي. ده اسمه كلام برضه يا ولد ابوي؟ ده انا كنت فاكرك هتقعد يومين معانا ولا حاجة كده. يومين؟ ما تخافش، يومين هقعدهم عند عمك. السلام عليكم. سلام يا ولد ابوي، خلي بالك من روحك او تبقى حتى تعرفنا مكان مطرحك. يا عم غور، عريتنا منك لله. سلام يا اخوي. يعني خلاص مش قادره تمسك لسانك اللي عامل زي العقرب دي
لحد ما امشي بلا خوتي. حسن! لا لا والله ما انت قايم يا عمي، والله والله ما انت قايم. حسن حسن، سلامات سلامات يا غالي، سلامات يا ابن الغالي. الله يسلمك. احمدك يا رب، ربنا طول في عمري علشان عيني تنظرك قبل ما اموت. بعد الشر عليك. الحمد والشكر ليك يا رب، ربنا يطول في عمرك. زي ما انت بخيرك يا غالي. زي ما انا كيه، انا اللي عملته فيا السنين اللي فاتت خلتني مش انا. وشك زي البدر، زي ابوك الله يرحمه. فاكر دي شجرة ابويا الله يرحمه؟ كان يحفظك القرآن تحتيه، وانت ما شاء الله حفظت القرآن كله قبل ما تدخل المدرسة. نقرأ الفتح على روحه وروح أموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. سايبه يروح لعمك عشان يملى راسه ويوقف نفسه مننا، ولا عشان يفتح لنا أبواب اتقفلت؟ يعني كنا ناقصين جيته؟ عندك حق مرتي. طليت على اخوك؟ ايوه. انا ما قادرش ادخل البيت بعديك ولا بعد المرحوم ابوك. البيت راحت منه البركه. البركه هتروح فين وانت لسه حسك بالدنيا؟ صدقني يا ولدي، أنا كنت أدخل البيت أشوف طاقة نور منور البيت كله، صح ما يقعد على المداود غير شر البقر. آه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أقعد يا أخوي، مد يدك. الوكل محطوط في البيت عشان أخوي. أنا ما مليش عينك ولا إيه يا ولد؟ أخوك هياكله، والمحمر والمشمر خلي مراتك وعيالك ياكلوه. ما قصديش يا عم والله، اجعل بيتك دايما مفتوح لي انا واخوي. ولد ابوي فرشت لك الاوضه اللي قبليه. اخوك حيفضل قاعد عندي في البيت يجدها بركه، وانا شيعت لولد عمامك على تنييج يسلموا عليه ويستباركوا بيه. انا اللي بستبارك بيكم. تقعد يا حسين، هتفضل واقف كده؟ لا خليك براحتك، انا جيت بس علشان. جيت لوحدك ولا ورثك اللي جلست لك؟ ها؟ قل لها حسن قاعد في بيت عمه، يعني بيته. كتر خيرك يا عم، اقعد براحتك وفرشتك جاهزه في اي وقت يا ولد ابوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله يا اخوي. استغفر الله العظيم من ده واد. ربنا يزيح عنه ويفك كربه. ده مكروب ده؟ ده يموت ولا القرش يطلع من كمه. هو في كرب أكتر من كده؟ صدقت يا ولدي، عندك حق. حاشا، عايزك تبني لك بيت جاري هنا. وإيه فايدة الحيطان اللي هنبنيها؟ كتر خيرك يا عمي. لا ما انت ما هتهمنيش تاني، انا ما صدقت لقيتك. خلي البركة تحل ولا مستخسرها في عمك يا ولد. حسن، ما حدش هيغسلني ولا يقرا على قبري غيرك. حسن، ليه تحملني الأمانة الواعرة دي؟ بعدين
ما حدش فينا هيعرف مين هيسبق التاني. عادي ربنا يطول في عمري لحد ما اشوفك مرتاح زي زمان يا ولدي. الدنيا ما ضاقتش يا حسن، ورب عشية يا رب بكرة. اتجوز يا حسن، اتجوز، خلينا نفرح بعيالك وسطينا. ربنا يقدم اللي فيه الخير. آمين. ربنا يصبرك ويعوضك ويهون عليك. انت طول عمرك مع ربنا، والمؤمن من صاب يا حسن. ايوه المؤمن متصاب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قوم اتوضى يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة.
الورود لها حزان، حتى المطر دمع سحابا. وقل لي ايه يرضي الانسان واحنا ملايكة على ثيابة، دنيا واخدانا معاها مشيانا على هواها، نضحك ساعات على اللي جارلنا وساعات تمزعنا القهر. ومن بلاد لبلاد ومن عباد لعباد.
عالصابرين عالحلوة والمرة واصبر على الظالمين بكل يوم بكرة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتى سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. حسن يا حسن، قم اتوضأ يا ولدي، الفجر عيدا يا حسن. لا إله إلا الله، زي كل مرة. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصطرها معاك يا ولدي، اللهم احفظك من كل سوء. مع السلامة يا حسن. بس تهم بسرعة وحياة أبوك. هم هم شوية وحياة والدك. أديك شايف الإشارة يا عمنا، احنا كل يوم في الهم ده. البلد دي ما بقتش تهدى لا ليل ولا نهار. هاي الساعة عدت 8 والخلق كلها في الشارع، والله بفضل في الزحمة دي لبعد 12 وساعات لوحدي. معلش أنا هنزل هنا. صبرك بس، هي فتحت. كل توقف
انت غبي؟ مين ده اللي غبي؟ انت اللي جاي من ورا وخبطتني وحياة امك ما يسيبك الا هتسمع. والله لو اوريك يا ابني تكنس الاسم اللي انت مش هتطلع منه اساسا. حاسب يا ابني الاسم ده اساسا انت مش هتطلع منه. يا ايه يا عمنا انت شايف الاول؟ شوف الافتراء بتاع البنادمين، شوف الافتراء بتاع البنادمين. يلا يا خينا قوم اتنازل عشان تروح. اتنازل ليه؟ انا هعمل تقرير في المستشفى واروح ارفع عليه قضيه، انا مناخيري اتكسر. بقول لك ايه؟ خلص، هو مش هيدفع اكتر من دول. كام؟ 200 جنيه. قوم يلا. وانت يا اخي تعال امضي هنا. يلا معلش يا باشمهندس، كتر الف خير. لو لا ما كنتش طولت ولا ربع جنيه، في ناس مفتريه. قدر الله وما شاء فعل. رايح فين؟ والله لا يمكن، لازم اوصلك. انت كنت هتيجي هنا ازاي لوحدك؟ دي حته تلبش الجد، ولا يمكن تكون ساكن هنا. نزلنا عند الجامع ابو مده منوره. ماشي. شيخ بكري شيخ بكري شيخ بكري شيخ بكري. صدقتنيش ليه؟ يا عز على المجروح يقول مجروح، يمكن يقولها لنفسه أو ما يقولش، ويا عيني أصعب ما في عذاب الروح يعذبك ولو عليه ما تهنش. عين يا عين يا عين، عين يا عيني ويا ليه شيخ بكري مات الموتة دي؟ ليه؟ عشان ما سمعنيش، ما صدقنيش. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته.
باشا؟ اعترف ومسكناه متلبس. وايه دوافع القتل يا محمود بيه؟ من الواضح كده انها سرقه، لان لقينا صندوق النضور بتاع القتيل فاضي، وفي شهود بيقول ان الصندوق كان مليان فلوس كتير. وعلى كده لقيتوا الفلوس مع القتل يا فندم؟ لقيناها. قتلته؟ انا اللي قتلته. قاعدين معاك يا زمان، أنا بحسبك يا زمان ممكن تراعيني، أتاريك بيشديك جوي صوتي ساعة ما بقن، أنا متلع عندك معايا لم ترى عيني، لكن بعود وامتسل واجول مسير يكن. علي نعمل الناس دي تجنن. الراجل ده لو وصله حد هناك مش هيبقى معايا في الاسم، وفي الاخر يقتل عشان كام؟ ده كاتبين اللي معاه 5000 جنيه وشوية فكة. ليه؟ ده شغل عفاريت ووقعوا في بعض. تلاقي شيخ الجامع عزم عليه فالتاني راح هوب قتله. هعرف اللي حصل وبقولك. انت اكيد اتجننتي، انت لسه هتدوري على اسم شيخ خلف ده؟ الله، مش جوزي؟ جز رقبتك يا شيخ. انت مشوفتيش اللي حصل لهاني والقصر بتاعه؟ ولا عايزاه يولع فيك انت كمان؟ يولع فيا ليه؟ انا مراته واقفه جنبه وهوكل له محامي كمان. لا ده انت اكيد اتجننتي ومفيش فايده. الو. ايوه يا متر، انا عايزاك ضروري. سين، ايه سلطك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل سبق معرفتك بالمجني علي؟ والتزم المتهم الصمت. سين، هل كان دافعك لقتل مدعو بكري إبراهيم محمدين هو سرقة الأموال الموجودة في صندوق النذور؟ والتزم المتهم الصمت. سين، ما مصدر الأموال التي وجدت معك؟ الفلوس اللي لقوها معك بتاعتك ولا بتاعت صندوق النذور؟ لو انت فاكر ان سكوتك ده هيخفف عنك العقوبة تبقى غلطان. انت كده بتحط القاضي قدام حكم واحد مفيش غيره، هو الإعدام. ومحاولتك بقى ادعائك الجنون. لا، انا مش مجنون، انا مش مجنون. ما انت نطقت اهو. طب قول لي بقى، قتلت المجني عليه ليه؟ ها؟ وعرفته فين وامتى وازاي؟ والتزم المتهم الصمت فيما وجهت اليه من اسئله، ولحين ورود تقرير الطبيب الشرعي امرنا نحن وكيل نيابه الخليفه استمرار حبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق وإراء التجديد. ادخل. في محامي بيقول بره ان هو حاضر مع المتهم. مش عايز محامي، ما وكلتش محامين يدافعوا عني. انا اللي قتلت الشيخ بكري وقتلت كريمه. كريمه مين؟ وعبد الله وعبد الرحمن وشيماء وشربان. لا، دول حركتهم، هو قتلته. اعدموني وخلصوني من اللي انا فيه. انا اللي قتلته، انا اللي قتلته وحركتهم، انا اللي قتلته. خدوا يا ابني من هنا، خدوا على الحبس.